بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء السلفية تقدم لكم حتى لا تنخدع. حتى لا تنخدع. أخطأ من ظن أن الحوثة من المسلمين، بل هم روافض، والروافض ليسوا من أهل الإسلام. فعقيدة المسلمين في الصحابة أنهم أحباب الله وأولياؤه ووزراء نبيه وأنصار دينه، والحوثة لا يعتقدون فضل الصحابة الكرام ولا يتربون عليهم، بل يسبونهم ويطعنون فيهم ويصفونهم بأنهم ضلال وأعلام شر، وأنهم سبب ضلال هذه الأمة. هذه عقيدة الرافضة، والرافضة ليسوا من أهل الإسلام. وملازم الحوثة ودروسهم وكتاباتهم طافحة بهذه العقيدة الفاسدة. والحوثة يلعنون معاوية رضي الله تعالى عنه، ويخرجون في يوم الغدير بالصاعدات يرمون جبلا بزعمهم أنهم يقتلون معاوية. وزعيم الحوثة يطعن في أبي بكر وفي عمر رضي الله تعالى عنهما، ويقول بأنهم أعلام ضلال، وأنهم أعلام شر، وأنهم أضاعوا إيمان الأمة وخرجوا عن مقتضى الإيمان. دروس الحوثة مسجلة بأصواتهم ومعروفة، وهم لا ينكرونها. الحوثي يطعن في أبي بكر الصديق ويطعن في عمر رضي الله تعالى عنهما، ويدعي بأنهم سبب كل بلية وأنهم سبب انحطاط الأمة إلى يومنا هذا. إذن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، وكل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها هو عمر. المسؤول عنها بالأول هو عمر قبل أبي بكر نفسه. قبل أبي بكر نفسه. ويقول أن السلف الصالح من الصحابة الكرام والخلفاء الراشدين هم من لعب بالأمة، وأنهم وراء العمى عن حق. السلف الصالح هم السلف الذي يسموهم السلف الصالح، هم من لعب بالأمة هذه. هم من لعب بالأمة، هم من أسس ظلم الأمة وفرج الأمة. يعني أبرز عبارة تطلع، أبرز شخصية يطلع في ذهنه من يقول السلف الصالح، يعني أبو بكر وعمر عثمان معاوية. ويدعي أن عمر الفاروق رضوان الله تعالى عليهم أنه فارق الحق وجعل الأمة تفارق الحق وتفارق الدين. الفاروق الذي جعل هذه الأمة تفارق عليا وتفارق القرآن وتفارق عزها ومجدها. والحوثي يحكم على من كان في قلبه ذرة موالاة للصحابة الكرام، فإنه خاسر وضال وليس من حزب الله رب العالمين. تبرأ منهم، تلعنهم، تلعنهم، أظهر مبايرتك لهم. يعني هذا كل من في قلبه ذرة من الولاية لأبي بكر وعمر لا يمكن أن يهتدي إلى الطريق التي تجعله فيها من أولئك الذي وصفهم الله، ولن يكونوا من حزب الله، ولن يكونوا من حزب الله. ويقول بأن السلف الصالح من الصحابة الكرام والخلفاء الراشدين هم من لعب بالأمة، وأنهم وراء العمى عن حق. أبي بكر وعمر مشكلة خطيرة، هم وراء ما وصل إليه الأمة، لهم وراء العمى عن الحل، لهم وراء العمى عن الحل، لهم وراء العمى عن الحل. أهذه عقيدة المسلمين؟ كلا والله، بل هي عقيدة الرافضة الملاعين، والرافضة ليسوا من المسلمين. والحوثة يتهمون أم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصديقة بنت صديق، ويقذفونها ويتهمونها بما برأها الله جل وعلا منه، وهي المبرأة من فوق سابع السماء، وفي كلام يتلى إلى يوم القيامة. ومعلوم من الدين بإجماع المسلمين أن من شك في طهارة وعفة أم المؤمنين فإنه كافر بالله رب العالمين، لأنه معاند للقرآن ومكذب بتنزيل. والحوثة يشتمون أهل السنة ويقولون يا أولاد الزانية. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم يتربون عن زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتربون عن أم المؤمنين عائشة. وفي المقابل فإن الحوثي يصف إمام الضلالة الخميني بأنه إمام عدل وبر تقي. لماذا؟ لأنه يقول في أم المؤمنين عائشة وفي الصحابة الكرام أنهم أخبث من الكلاب والخنازير. هذه عقيدة من؟ أهذه عقيدة أهل الإيمان؟ أهذه عقيدة أهل التوحيد؟ أهذه عقيدة المسلمين؟ كلا والله. فمن يقول بعد هذا بأن هذه الجماعة من المسلمين؟
وزعيم الحوثة يأمر بدفن كلبة سوداء، ثم يقول لأتباعهم ارموا عائشة، ارموا عائشة التي لم يقم عليها الحد. اقرأ أيها المسلم كتاب التشيع في صعدة لتعرف الحقيقة وحتى لا تنخدع. أهذه أعمال المسلمين؟ أهذه صفات وأخلاق آل البيت الطيبين الطاهرين؟ كلا والله، بل والله لو كان الصحابة الكرام من آل البيت وغيرهم في زماننا لكان من أعظم القربات لديهم هو جهاد هؤلاء الحوثة الرافضة. ثم إن الحوثة قد جمعوا إلى عقيدة الرفض فكر الخوارج، فقد خرجوا على الحكومة اليمنية في 6 حروب ماضية، والخوارج وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب النار، وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا جمع الحوثة إلى عقيدة الرفض المحاربة لله ولرسوله، فقد شردوا العديد من أهل صعدة من بلدانهم ومن مزارعهم، وقطعوا الطريق وروعوا الآمنين، وفرضوا الخمس على المستضعفين. والمحاربون جزاؤهم في كتاب الله جل وعلا واضح، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد قال العلماء أن الحوثة يصدق عليهم آية المحاربة. ثم إن الحوثة قد جمعوا إلى عقيدة الرفض أيضا البغي والعدوان بالقتل وسفك الدماء، فهم محاصرون ولا زالوا محاصرين ومحاربين للأبرياء الصالحين في أرض دماج وبغير سبب، وقتلوا منهم العديد من الرجال والكبار والأطفال، فهم بغاة معتدون. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن فاجتمع في الحوثة 4 أمور كل واحد منها يوجب قتالهم، وأن قتالهم يعتبر في مرضات رب العالمين. الأمر الأول أنهم بدلوا دينهم بعقيدة الرفض والاعتزال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. والرافضة ليسوا من أهل الإسلام. الثاني أنهم على فكر الخوارج، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال الخوارج أينما كانوا، ووصفهم بأنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان كما في الأحاديث المتواترة. الأمر الثالث أنهم محاربون لله ولرسوله، وقد تقدمت الآية في حكم المحاربين. الأمر الرابع أنهم بغاة معتدون، وقد أمر الله جل وعلا بقتال البغاة المعتدين حتى يفيئوا إلى أمر الله، وقال الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فمن أجل هذا وغيرهم حكم علماء العصر وأفتى أئمة الدين في هذا الزمان أن جهاد الرافضة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أمر لا شك فيه كالشمس في رابعة النهار، أن ما تصنعه الرافضة الآن من البغي والعدوان أن التصدي لهم يعتبر قتالا في سبيل الله وجهادا شرعيا، من قام به كان من أفضل المجاهدين في سبيل الله عز وجل. سقط فجرة زنادقة روافض سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطاع صلة سكارى كل شر فيهم، التعاون معهم نفاق، التعاون معهم ضلال، التعاون معهم غش للإسلام والمسلمين. وتوارت فتاوى أهل العلم في وجوب المناصرة والمعاونة في صد هذا العدوان الرافضي، فانتبه أيها المسلم واحذر أن تنخدع.